ايه الجمال ده؟ ميرسي جدا. نعرف نفسنا طبعا الاول. انا شيماء القاضي، مس ايكو توريزم جلوب. مس ايكو جلوبال جيت. يس ثانك يو. اكتر حاجه كانت مشجعاكي انك تدخلي المسابقه ايه؟ وانا عايزك بس تدي كيرفول عشان تشوف الجمال ده. اوكي جدا. مني كده، كان ايه اكتر حاجه مشجعاكي في المسابقه انك تكوني موجوده فيها؟ انا حسيت ان المسابقه بتعمل حاجات كتير قوي حلوه للبنات عامه، يعني هي مش حاجه واحده، حاجات كتير كانت مشجعاني جدا ان انا ادخل المسابقه. احنا بنتعرف على ناس جديده، بنعمل صحاب جداد، وفعلا كلهم صحابي وتعرفت على احلى بنات الدنيا. دايما بنتعلم ازاي نبقى عندنا ثقه في نفسنا جدا، ازاي بنتعلم ان احنا يبقى من جوانا نقدر ان احنا نساعد الناس ونحس بناس تانية عن طريق طبعا التشاريتيز اللي احنا عملناها، ورحنا كذا مكان وشفنا ناس بجد قد ايه محتاجه مساعده. فاحنا كبنات نقدر ان احنا نمثل مصر في حاجه شبه دي، مش بس عشان شكلنا حلو، لا احنا عشان جوانا لازم يبقى حلو في ان احنا نحاول ان احنا نساعد الناس اللي حوالينا اكتر. يعني بين العيون الحلوه دي طبيعي ولا لانسز زي ما بيقولوا؟ لا لا مش لانسز، لا طبيعيه. انا ملكه برضه لازم. لا لا طبيعيه. حلو قوي. في اصول كله مصري ولا انت في حاجه كده؟ تيتا تركيه، يعني اصولها من الاتراك يعني، بس هي مصريه عادي جدا. انت بتاخد العرق التركي كله تقريبا بجد. ميرسي قوي، ربنا يخليك. ثانك يو. لسه دكتوره امال قالت لي في بنات بتكسل واحنا بنقرص ودنهم كده عشان يعملوا الشاريتي اللي عليهم والحاجات الخيريه اللي عليهم. عمرك كسلتي مره؟ لا خالص، دايما دكتور امال بتشجعنا اصلا ان احنا يبقى بتدينا بوش كده دايما، اللي هو لا يلا في حاجه دلوقتي اعملوها. دايما بتبقى بتفكر كده، يعني ما حدش فينا بيكسل، ان كل واحده فينا كانت داخله المسابقه يعني دي مفروض كانت تبقى حاجه نمبر 1 عندها، ان هي لازم تعمل ده. اهم حاجه خيريه عملتيها ايه؟ اهم حاجه خيريه كنا بنزور مستشفيات بهية الناس، كنا بنشوف الاطفال المحتاجين تبرعات عشان يقدروا يكملوا ويعيشوا. فكانت من الحاجات الحلوه قوي ان احنا شفنا حاجات كده. يعني مين الفنانه اللي شايفاها تستاهل تبقى مس ايكو تين معاك؟ فنانات البنات الجداد. الفنانه ممكن امينه خليل، لان انا برضه يعني إن هي لا بس هي من الناس اللي بجد بتشجع قوي في حقوق المراه، ودايما كانت بتحاول توصل المسج دي لكل الناس يعني. ف اي ريسبكت هير. يعني بتتابع الفنانات البنات الشباب الصغيرين ولا لا؟ الفنانات اكيد بتابع. مين برضو عجباكي وحسها ملكه قوي؟ ممكن جميله عوض. بحسها برنسس كده وجميلة. في واحدة بحبها جدا جدا، ميان السيد، بموت فيها. تمام. ميان كانت عاملة تصريح عجيب قوي. عايز كنت اسألك موضوع بطاطي، محدش له دعوة بطاطي وباطي والحاجات دي. دي انا شايفة ان ده يعني ترند كان مش ألذ حاجة خالص. بس هي اللي طلعته يعني. لا مش هي، بالعكس مش هي اللي طلعته، هي كانت بتبوز بس، يعني ده بوز بس اللي في الصور مش اكتر. فانا ما كنتش شايفاها يعني ترند كان ألذ حاجه خالص يعني. بس طيب انت لو كده عايزه توجهي لها رساله دلوقتي تقول لها ايه؟ وانت لو حد اتكلم عن حتى جزء معين في جسمك او سواء بهزار بقى بقلش بسخافه، انت ممكن تتعاملي مع ده ازاي؟ هحاول ان انا اجنور تماما، يعني مش هحاول ان انا اركز ان انا اتضايق او ازعل. بالعكس يعني، هو خلاص احنا دلوقتي لازم نبقى مواجهين حتة ان احنا يا جماعة احنا عندنا تنمر، فلازم نبقى فاهمين قوي حاجة شبه دي وما نتأثرش بيها. يعني ميان كانت لازم تتجاهل اللقطة دي. هي مش عارفة، ممكن تكون حاسه ان هي عايزة تعبر من جواها عن ده، يعني ان هي اتضايقت، عندها حق ان هي تتضايق، هي بني ادمة برضو. فهي خدت القرار اللي هي شايفاه من وجهة نظرها يعني. ممكن اي حد، ما عادي، هو كل واحد حر يعني. بس